هذا الدعاء الخاص عن أبو عبد الرؤوف شفاك الله وعافاه. اللهم يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيها وتنقض بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل على أكرم الأكرمين. اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا منك، انك على كل شيء قدير. رب انها مست الضر وانت ارحم الراحمين. الهي اجب الباس رب الناس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. وقرب لا يغادر سقما. الهي اجب الباس رب الناس واشفيها بيدك الشفاء، فكاشف له كل عنك يا رب العالمين. اللهم اني اسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الامور، انت مدها بالصحه والعافيه آجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافها وعافها واعف عنها، واشملها بعفوك ومغفرتك، وتولها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.